استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على فضائية نورسات الأب بشير بدر من كهنة البطريركية اللاتينية للحديث عن عيد انتقال أمنا العذراء الصورة والمثال. وبين الأب بدر أن الانتقال تؤمن به كل الكنائس الرسولية من غير عقيدة، موضحا أن هناك عقائد تختص بالسيدة العذراء التي يأتي ارتباطها وعلاقتها بكلمة الله المتجسد. وشدد الأب بدر على أن أمنا البتول كانت مشاركة بالخلاص والرجاء، وهي التي تعطينا الحب والأمان وتنثر ورود المحبة في كل مكان، بينما يسوع المعلم هو المخلص الوحيد من الخطايا والأثام. كونوا معنا. عنوان لقائنا عذراء الانتقال. صحيح. شو عيد الانتقال أبونا؟ كما قلت في بداية، الرزنامة الكنسية في كل الكنائس الرسولية مليئة بالأعياد والتذكارات لأحداث أو أعياد للأم البتول. وبالرزنامة اللاتينية لا يخلو شهر بدون تذكار أو عيد للأم البتول. نعم. واحد واحد نبدأ بالعيد الأكبر. نعم. العذراء والدة الإله. نعم. أم الكنيسة. فتضع الكنيسة كل أيامها القادمة تحت حماية الأم البتول، هي التي أعطت الحياة للمسيح، وهي التي تعطي الحياة وترافق الكنيسة منذ أول يوم في بداية العام. وتتتابع الأعياد الكبرى والشهور المريمية. نعم. إلى أن نصل إلى العيد الأكبر شرقيا وغربيا، ما يسمى. نعم. رقاد والدة الإله، ويسمى باللاتينية ترانزيتوس مارية، انتقال العذراء، مع أنه باللاتينية هو أسومبسيونس، أي أسومبشن. نعم. أسومبشن. نعم. من اللاتينية السومرة، أي أخذ إلى. نعم. أخذه إلى ذاته، وهذا ما تظهره الأيقونة الشرقية. نعم. العذراء راقدة على هذا الرداء المخملي الملوكي. أيوة. ويأتي المسيح بكامل بهائه أمه. ويحملها. وإذا بتسمح لي وضل معنا شوية وقت بالآخر. نعم. بدي أتلو هيك تأمل صغير لكاهن فرنسي حول المسيح الذي اشتاق إلى أمه وجاء ليأخذها. بنكون سعداء أبونا. طيب. طبعا فنعود إلى الـ إلى الـ إلى عيد الانتقال بكل مسمياته، الانتقال أو الرقاد، والثنتين لهم معنى لاهوتي عميق. نعم. نعم. لأن الكنيسة لم تعتد أن تقول موت العذراء. نعم. قالت الرقاد. صحيح. لأنه نوم، والموت في المسيحية هو رقاد. صحيح. قال. نعم. عن لعازر إنه راقد. نعم. ولكن هنالك فرق كبير. العيد بالكنيسة الكاثوليكية حدد عقيدة. نعم. سنة 50 1 11 1950 مع البابا بيوس الثاني عشر. نعم. ولكنه يستند إلى إعلان هذا العيد كعقيدة إلى براهين ودلائل تاريخية، التقليد المسيحي، إيمان الشعب المؤمن، والبراهين اللاهوتية لمفهوم الرقاد أو الانتقال بحسب الكتاب المقدس والفكر اللاهوتي.